والله العظيم يا محمود، لازم نعرف كنت بتعمل ايه يا جدع انت في المسلسل ده يا جدع. كنت بعمل ايه؟ كنت بجري ورا حمزة. كان بيفهم رافع. كان بيفهم رافع. كلنا حتى مش فاهمين. كان بيقول حتى لا معمول بجد، عارف المسلسل كله عايز يفهم رافع. لا لا كانت مراته عرفت يا راجل. يا راجل. لا لا ثلاث اربع مسلسلات ورا بعض. مفيش بينهم بريك عشان. ايوه ايوه. مفيش رافع ما حدش. النهار هيروح مني. دور حلو. كان عامل دور حلو. انت كنت عامل دور الريس ياسين. الريس ياسين. قائد الحرس. قائد الحرس. ده حكاية طويلة. ما كانش في حرس بس انا كنت قائد الحرس. وين بس تفاني في حرس. ده مين الراجل ده ولا ايه قصته الراجل ده ولا ايه حكايته؟ الرئيس ياسين ده دراع دراع اليمين لعابد. اللي هو كان عامله حسن عيد. اللي هو حسن عيد. والمفروض وابن عمه تاني. وابن عمه. والمفروض ان هو مخلص ليه جدا وبيرجع له في حاجات كتير وكده، بس في الاحداث بيحصل حاجات كده، في حد بيوقع بينا، ففي وسط الاحداث الناس بتتخيل لها ان انا قلبت عليه وضربني بالقلم بقى، وموضوع كبير سبب حمزه بقى. وكان قلم جامد قوي. احنا كنا الثلاثه ولاد عم حسن افترى. هو ضربك بجد بالقلم بجد؟ بعد القلم حصل كت القلم، انا راسي عملت كده. قلت له في ايه يا حسن؟ مش كده. مش كده يا اخي. احنا ما عملناش بروفه ولا اي حاجه. قال لي ما تقلقش يا فتح الله، ما تقلقش، ده هيبقى في من بره كده. بيقول لي ما تقلقش انا متعود عليه، هضربك بطرف بالصابع من بره كده على هنا، فالدنيا هتعدي. هي سرحت بس لقيته مره واحده ماسكني ومثبتني. مثبت راسي ماسكه من رقبته. مثبت راسي مش عايز يسيبها، اللي هو عاملني كده، فانا مش عايز افلفص مره واحده. لا والله قلت له يا ابو علي. يا ابو علي بس المشهد حلو. لا بس المشهد جميل. طبعا جميل. وحسن جميل اصلا. حسن جميل. لا حسن قمر. انا بحب اصلا حسن، مؤدب جدا جميل وممثل حلو جميل. عايزين نجيبه بجد. فعيتي حسن عايزين نجيبه. هكلمه هكلمه اقول له تعالى. هكلمه اقول له في الحلقه الثانيه يجي بتاعه الاهل الروح ان شاء الله. ماشي خلاص هكلم حسن يجي لنا. والله يبقى لنا الشرف. والله حسن جميل. اكيد جميل جميل, جميل محترم. اقول لك احنا كنا الثلاثه اولاد عم ونادر اخو عابد اللي هو حسن. كان العلاقه ما بيننا كده يعني. بس كان انا بقى امي من الغجر وهو حاطط في دماغه ابوه هو اللي قتل امه يعني شغلانه كده. انت برضو كان مضحوك عليك برضو، ما كانش برضو انت ما كنتش طبيعي يعني. كان في حد برضو بيوصلك. جاي لك انا دلوقتي. لا ما تعملش فيها علي. انا جاي لك دلوقتي. انا براجع معاك جاهز. ايوه غرور وانتقام. غرور وانتقام للام، لان هي الام غجريه والاب من الغجر، والاب خدها رغم لان في مشاكل ما بين القبيله اصلا والغجر. فابويا انا متجوز امي من الغجر،